نذهب الآن مشاهدينا إلى تونس، وينضم إلينا علي الجاسمي لنسأله عن أبرز ما شغل بال التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك علي. إذن لدينا أكثر من موضوع، ونبدأ بصورة أثارت الكثير من الجدل أو الانقسام بين الآراء التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي. صورة لمتظاهرين أو معتصمين يقومون برش القوى الأمنية بالطلاق. بالفعل مساء النور. خلال الأسبوع الماضي خرجت إحدى المظاهرات في العاصمة تونس، وقد استعمل المتظاهرون حقيقة طرق مبتكرة في التظاهر أمام رجال الشرطة، منها رشهم بالطلاء وببعض الدهان، الأمر الذي أثار ربما نوع من الجدل في تونس ما بين من اعتبر أن هذا الأسلوب هو أسلوب مبتكر وأن المتظاهرين حافظوا على سلمية احتجاجاتهم، وبين من رأى أنه إهانة إلى الوحدات الأمنية وإلى رجال الشرطة، وأيضا خلق نوع آخر من السجال هو يتعلق ببعث النقابات الأمنية في تونس، خاصة بعد ردود الفعل التي قامت بها هذه النقابات على هذه الصور التي نشرت. لدينا زيد الزايدي قال بأن كلمة حق أن الشرطة أو البوليسية اللي ضربوا ويتسبوا هم أيضا أولاد الشعب، هم أولاد زواولة كما اليوم أولاد شعب، ما همش فرحانين اللي هم في مواقف كيف هذه اللي تحطوا فيها، والاحتجاج حق يكفلوا الدستور، أما زاد مش باش اللي باش يحتاج يفرغ همه في البوليس اللي يسيروا في البلاد، هم حصيلة اختياراتكم في الانتخابات، لذلك لوموا خياراتكم في البداية بدرجة أولى. التعليق الثاني هو لحبيب بوعجيلة، لذلك كنا دوما هنا يرد لحبيب بوعجيلة ربما موقفه من على النقابات الأمنية التي كان لديها اعتبرها البعض خارج عن النظام وأنها تمارس بعض القانون الخاص بها، قال لذلك كنا دوما نطالب وسنظل نطالب بأمن جمهوري حين كان كثيرون يرقصون فرحا بنقابات تستقوي على الجميع، مثل ما قالت ديجاج للمرزوقي، والتعمر في البلاتوات من أجل نداء تونس كانت باهية مش ديما باهية، ويجب هنا أن يكون وهو يدعو إلى تأسيس أمن جمهوري بعيد عن التجاذبات السياسية وتأسيس المنظومة الأمنية. لطيفة قالت بصراحة ومرة أخرى يعطيهم ألف صحة رجال الأمن على ضبط النفس ووسع البال، صدفا امتحان عسير جدا وبرافو عليهم. عديد الأصدقاء بعثوا لي عشرات مقاطع الفيديو، شيء رهيب من الاستفزاز والشتم والألفاظ السوقية، مثل بنات وأولاد، معناتها فتيات وذكور، أشياء يندلها جبين وإهانات لأعوان الأمن واعتداء عليهم وعلى من يحتج على هذا المستوى من المشاركين في المظاهرة، تتساءل ما هذا؟ طبعا نعم. هذا الموضوع هو استمر طيلة الأسبوع في تونس، خاصة مع استمرار عديد الاحتجاجات في الشارع التونسي نتيجة المطلبية الاجتماعية، وبعد برزت هذا النوع من التظاهر في تونس خاصة لم يحصل سابقا، ولكن هذا ما أثار ربما حفيظة الشارع التونسي وردود فعل أيضا من السلطات الأمنية. نعم بديل. نعم علي، إذن من الطلاق ووسيلة التعبير هذه نذهب إلى كلمة استخدمها الرئيس التونسي قيس سعيد، وأثارت يعني أيضا جدلا وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. ما هي هذه الكلمة؟ بالفعل يعني هذا يوم أمس صارت هذه الكلمة عندما استقبل الرئيس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشؤون الكبرى النقابات العمالية في تونس، وفي استعارة لكلمة أبو علاء المعري، وهي في إشارة إلى علاقة الحزام السياسي برئيس الحكومة هشام مشيشي، قال بأنهم يحملونه زقفون، يعني هذه الكلمة كانت جديدة في المعجم التونسي وليست معتبرة وليست متداولة، وهما أثار السخط وأثار ربما حالة من التنمر في الشارع التونسي. نسمع هذه الجملة التي أو الاستعارة التي قام بها الرئيس قيس سعيد للتعبير عن موقفه من الحزام السياسي ورئيس الحكومة، ثم نعود لمتابعة التعليقات حول الموضوع. ذكرني موقفهم بموقف ابن القارح في رسالة الغفران للمعري، ستي إن أعياك أمري فاحمليني زقفونه، وقال ما زقفونه، قال أن يحمله وراء ظهره،
فضربه ضربة دخل بها الجنة. هذه واضح. أستاذة لغة عربية وهي قالت بأن بصفتي أستاذة سابقة كانت تتخصص في التدريس لقسم البكالوريا آداب، ألاحظ بشيء من الارتياح أن هذا البرنامج يترك في التلاميذ بصمة لا تمحى بمرور الوقت الطويل. نعم. التعليق الثاني من لطارق المساوي قال: يبدو أن العالم العربي يمشي زقفون، الحامل الخارجي يمشي به إلى الأمام، أما هو فيمشي إلى الخلف، وجهه فقط إلى الأمام. بعد الاستقلال حملت الجيوش شعوبها، مشت هي إلى الأمام، أما الشعوب فظلت محمولة عليها تمشي إلى الخلف ووجهها فقط إلى الأمام. أشرف العوادي قال: أين جماعة البكالوريا الرياضيات؟ وهو هنا يتنمر ويبما يتنمر على البكالوريا الأداب. قال: أين جماعة البكالوريا الرياضيات وعلوم؟ فهمت قيمة البكالوريا أداب، تعرفها أنت زقفون، شعب ما عندها حتى إضافة للإنسانية، نعاني فيكم. طبعا هذا الموضوع أثار كثير من ردود الفعل المباشرة، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كانت لديها ربما أبعاد أخرى سياسية، عبر من خلالها الرئيس قيس سعيد على تشبثه بموقفه من التحوير الوزاري الأخير، وربما بعض اعتبره بأنه تلخيص يؤكد حجم الأزمة بين الأطراف السياسية في تونس. نعم. نعم علي، شكرا جزيلا لك على رصدك كل هذه التعليقات، ونلتقي الأسبوع المقبل.